كادت قرية وادي المر العمانية تختفي بالكامل قبل 30 عاماً بعدما طمستها الرمال، ما دفع السكان إلى تركها، لكنها تستقطب حالياً أعداداً من قاطنيها السابقين والزوار الفضوليين الراغبين بإعادة اكتشاف المنطقة الواقعة في قلب الصحراء. جينا لزيارة الوادي المر على ما خبرونا أجدادنا أن منطقة سكنوها الأهالي اللي قبل واندثرت وتحولوا عنها إلى ولاية قعلان بني أبو علي، اللي هي ولاية منطقة المر التابعة لولاية قعلان بني أبو علي، وهذه حال المدينة. ولم يتبقى من القرية سوى بعض الأسطح والجدران التي تشهد على وجود حياة سابقة في الموقع، اختفت إثر عاصفة رملية غطت كل شيء. هذه القرية دفنتها الرمال وطمرت بعض البيوت بالكامل، مما أدى إلى هجرة أهل هذه القرية إلى مركز الولاية أو إلى بعض المناطق المجاورة. ويبدو مسجد القرية التي كانت تضم 30 مسكناً و150 مقيماً ظاهراً أيضاً بفعل حركة الرمال. إحنا الآن في مسجد القرية، وهذا المسجد كما نشاهد أنه مقطع بالرمال بالكامل، وهذا إحنا الآن نجلس على سقف الباب من فوق ونشاهد أنه مقطع حتى داخل المسجد كله مقطع بالرمال وصل السقف. وظاهرة زحف الرمال لا تقتصر على سلطنة عمان، وبحسب خبراء فإنها مرتبطة بالتغييرات المناخية، وقد رصدت في مناطق عدة في العالم.